خمس أصحاحات دول أحاديث الرحيل في العلية مع تلاميذه اللي طلع بيهم من الدنيا اللي هم مش فاهمين حاجة اللي هم عايزين ياخدوا دول. يجي في الآخر كده يصلي ويطلب أربع حاجات للتلاميذ. ما يطلب كده في الآخر ارفع عين فوق كده يقول إيه؟ أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أنا عايزهم معايا على طول. شو دول؟ عايز دول؟ أيوه. أنت بترد لأنك كريم. طب دول ليه؟ ليه يسوع يقول لأن أنا وفي. أنا إنسان وفي وبحب الوفاء. والناس اللي ارتبطت بي هجيبها وهتعيش معايا وهوريها مجدي. أيها الآب أريد أن هؤلاء اللي عمالين يقولوا ما خدناش يكونوا معي حيث أكون أنا. فينا تكون؟ فينا أنت تكون؟ يصح فين؟ يصح فين؟ يصح فين دلوقتي؟ جالس؟ ها؟ يصح فين؟ أنا عايزهم معايا. أنا عايز هذه العلاقة لا تنفصل. يكونوا معي العلاقة حيث أكون أنا ليروا المجد الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. ده أنا بحبهم جدا. من يقوم باسترداد العلاقة المتوترة حينما تكون العلاقة متوترة؟ السيد، مش أنت ومش أنا. يعني يلمهم، بيلموا العيال دول اللي عمالين يقولوا له واخدناش ويصليها كده. أنا متخيل أن التلاميذ هم قاعدين كده متكين شايفينه بيصلي. طبعا شكله لما كان بيصلي يبقى مختلف جدا، وسمعينه بيقول أريد أيها الآب أريد أن هؤلاء. وبطرس يبص ليعقوب يقول يد الخيبة يد الخيبة اللي احنا كنا بنقولها، واحنا كنا بنقول يعني يد الخيبة يد الخيبة. وبعدين يعقوب يبص ليوحنا بص بيقول ايه؟ يكونوا معي. بيصلي يكونوا معي. العلاقة، هو بتاع العلاقة. وبعدين هيرد، هو كريم وهو وفي، حب الوفاء، وهو أمين لا يقدر أن ينكر، أمين للنهاية. يكونوا معي.